FM. الكلمة ليك. مستر تيك. اهلا وسهلا بكم في المستر تيك. اعلن شركة روسية منذ ساعات اسمها كافيار، الشركة هذه اللي انجت نسخة خاصة من الهاتف نتاع نوكيا 3310 في ثوبه الجديد بيان سور الممر هذه الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دونك اليوم نحكيوا على تليفون جولد 100% ذهب. دونك كانت الشركة نتاع اتش ام دي جلوبال الفنلندية اطلقت رسميا منذ ساعات التليفون هذايا في الموبايل وورد كونغرس 3310 الجديد، وبرشا ناس عجبتهم، ثم برشا ناس ما عجبتهمش. زاد يقول لك الشارم نتاع 3310 مشى مع الاكرون اللي زاد. دونك اليوم نحكيو على التليفون هذايا الجديد اللي كما قلنا مغطس في الذهب تقريبا، وخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يضرب بيه. واضافت زاد الشركه انه وقت اللي تلانسا 3310 لاول مره كان عام 2000 هو بيدو التاريخ نتاع انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا في نفس النهار وقت اللي صار اللونسمون تاع 3310. فلاديمير بوتين كما يحلو لجمال الفرحي يقول الاسم هكا انه يكون رئيس لروسيا. بغض النظر على الاكرام تاعو اللي هي كيرفد، والا بنحكيو على حتى البوتون تاعو البرينسيبال اللي هي الهوم بوتون، والا زاد نحكيو على برشا حاجات اخرين. يشهد التليفون الجديد للايفون الجاي ان شاء الله من عند شركه ابل الامريكيه تغيير كبير، واللي هو ممكن باش يكون معناها البور شارجور مختلف كومبليتوم على اللي كان. دونك الخليفه نتاع الايفون 7 اللي هو باش يكون فيه اليو اس بي، معناها البور يو اس بي تيب سي، ونحكيو زاد على اللايتنينغ كونيكتور اللي هو باش يكون موجود زاد المعتاد بيان سور عند ابل. دونك حسب جريده او صحيفه وول ستريت جورنال اللي اصدرت منذ قليل، نحكيو اليوم على اللايتنينغ المسمى من طرف ابل، هو بيان سور يعني البور المعتاد والتقليدي بالنسبه للشركه الامريكيه واللي قاعده تخدم به تقريبا منذ 5 سنوات. التغيير الجديد هذا اذا كان ممكن باش يجي في الشارجر معناها بالنسبه للايفون 8. نحكيو زاده على شركه تكنولوجيا اخرى منافسه كيما جوجل واتش تي سي وال جي اللي كانت كل مره تحاول باش تخلي البور يو اس بي تيب سي في الاجهزه نتاعها. ميم حتى ابل زاده كانت تبنيت بيان سور لي بور هذوما يو اس بي من تيب سي بالنسبه للماك بوك نتاعها والا ماك بوك برو، واللي بيان سور تتضمن كلها لي بور يو اس بي تيب سي. دونك للاشاره انه معناها لي بور هذوما معناها عندهم تدفق اكثر بالنسبه للبيانات وللمعلومات، اضافه الى مزايا اخرى مقارنه بالنسخ السابقه من الايفون. دونك اليوم نحكيو على الادابتاتور دونك بالنسبه للايفون باش يتبدل كومبليتوم. نحكيو زاده حتى على الكيرفد سكرين اللي هي باش تكون موجوده في الايفون 8 زده. دونك نحكيو على الشاشه المنحنيه بالعربيه بالنسبه للناس باش تفهم المعلومه هذه. خلال الفعاليات نتاع المعرض الهواتف العالمي ببرشلونه موبايل وورلد كونغرس مازلنا نحكيو غادي، ما كانتش الهواتف الذكيه وحده هي نجوم نتاع المحفل العالمي هذايا، وين صنعت الانامل التونسيه المره هذه الشاب الحدث المره اخرى. دونك اليوم نحكيو على راي تبلنا ترفعت عاليا في برشلونه، دونك خاصه في صعودها على منصه التتويج الخاصه بالمسابقه الرئيسيه. في الواقع تمكن فريق من طلبه من المدرسه العليا الخاصه للهندسه وتكنولوجيات المعرفه باسم اسبري ليكول هذه نحن نعرفوها، بطلعوا على البوديوم المرة هذه في المرتبة الثالثة خلال نهائي مسابقة متاع جلوبال موبايل تشالنج واللي هي مسابقة رئيسية في في موبايل وورد كونغرس 2017 في برشلونة. المرتبة الثالثة هذه اللي فازوا بها معناها الطلبة التوانسة متاعنا بفضل المشروع متاعهم اسمه بروتكت مي اللي هو عنده صبغة تكنولوجية طبية يتمثل في قطعة من الجلد أو سمال واللي هي مواصفات ذكية برشا موجهة للأشخاص المصابين بالبول السكري واللي يعانيهم من التقرحات زادة. دونك الابتكار هذا مجهز بمجموعه من بيان سور الكابتور اللي ما نتمكن من ارسال اشارات بهدف القيام بنوع من انواع المحاكاه بالنسبه للمراهم الجلديه. نحكيو اليوم معنا بصفه طبيه اكثر بالنسبه للموضوع هذايا. دونك الجلد هذا الذكي اللي يتحكم عن بعد، دونك نحكيو على يعني الكونيكسيون بيان سور سون فيل واللي هو قاعده تخدم به الحكايه هذه. دونك اليوم نفرحوا برشا كي نلقاو الشباب التوانسه نتاعنا في محفل عالمي كيما الموبايل وورد كونغرس. البارح الخميس 2 مارس 2017 تم رصد وجود هواتف او هاتف ذكي راقي منتظر من عند سامسونج. نحكيو اليوم على الجالكسي اس 8 بلس واللي هو موجود في الاختبار بالنسبه للباز نتاع جيك بنش الشهيره. دونك بعد التيست هذايا عرفنا انه التليفون هذايا باش يكون فيه سناب دراجون 835 مع رام توصل حتى 4 جيجا والاندرويد نتاعو باش يكون من نوغات 7.0. دونك العمليه في الاختبار بالنسبه للسمارت فون هذايا على الجيك بنش تمت على وضع بيان سور الضغط بالنسبه للنواة
المستويات نتاع التليفون هذايا. دونك نحكيو حتى على الترتيب نتاع التليفونات اللي موجود توا. دونك نحكيو على الابل ايفون 7 بلس اللي هو خذا 3477 نقطه. من بعد يجي سامسونج جالاكسي اس 8 بلس اللي هو فيه سناب دراجون 835 بيان سور في المرتبه الثانيه. بعد نلقاو هواوي مات 9 او ميت 9 في المرتبه الثالثه, ون بلس 3 تي مرتبه الرابعه, سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج مرتبه الخامسه, ال جي جي 6 مرتبه السادسه, والسامسونج جالاكسي اس 7 ايدج المرتبه السابعه, والجوجل بيكسل اكسل موجود في المرتبه الثامنه. دونك هذيا بالنسبه لعمليه الاختبار اللي صارت. دونك كيف كيف زاد كي نحكيو حتى على تليفونات اخرين نلقاو الترتيب يختلف تماما, تو ديبون انت والكاركترستيك الموجودين في التليفون. علامة من العلامات الموجودة في العالم اسمها جنرال موبايل التركية, ولت ممثل رئيسي للنظام التشغيلي النظيف, نحكيه على الاندرويد 1 اللي هو موجود في التليفون بتاع جنرال موبايل 4G, ثم زاد التليفونات الاخرين كما الجي ام 5 والجي ام 5 بلس. الشركة التركية تسجل حضور المرة هذه في الموبايل وورد كونغرس في برشلونة, دونك خلال النسخة نتاعو الجديدة نحكيه على الجي ام 6, ونحكيه على نظام اسمه ايكو سيستم من عند الاندرويد كما كنا نحكيه اندرويد 1. دونك تليفون جديد باش نلقاوه في الساحة التكنولوجية العالمية. نجم نحكيه حتى على الكاركترستيك متاع التليفون هذايا, باش نلقاو فيه بيان سور التوسكي معناها الحواف متاع التليفون هذايا من الألومنيوم, ونلقاو زادا مصنوع من معناها البوليو كربونات. دونك هذا بالنسبة للتليفون متاعو. بالنسبة للفساد متاع التليفون نلقاو فيه الكورين غوريلا كات, بالنسبة للفيلم متاع التليفون هذايا اللي خلي الإكران ما تتكسرش بيان سور. نحكيو على إكران معناها 5 بوس مع الميزة متاع الإضاءة الأي بي إس الموجودة. نحكيو على ريزوليسيون 720 بيكسل مع دقة أخرى تعريفية اللي هي 294 بيكسل بالنسبة للبوس الواحدة. نجم نلقاو زادة في التليفون هذايا البروسيسور متاعه من نوع ميديا تيك 6735 أبلو 37 تي, مع زادة الرام توصل حتى لتروا جيجا ستوكاج انترن, نجم يزيد أكثر من 32 جيجا. تليفون هذايا إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش السوم متاعه, اللي نعرفوه أنه تليفون 4G أوتونومي قوية باش توصل حتى 3000 مليون بارور, والبيان سور ويفي وجي بي اس وراديو موجود وغيره من اللي كاركترستيك متاع جنرال موبايل اللي هو جي ام 6 بالنسبة للتليفون هذايا. أكثر معلومات تلقاو على موقع tweetech.com, نجمو تزوروا موقع متاعنا www.cabradio.tn, وإلا ترجعوا للباج فيسبوك متاعنا راديو كاب افام باش تعودوا تتفرجوا في الفيديو هذايا اللي صوروه سما. كاب افام الكلمة ليك.